أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بداية هذه الخرجة اللي تكلموا فيها عن أمن البلد، المؤامرات اللي تحاك ضده، نختار نبلغ لكم تحياتي ونقول لكم بعد أن البلد آمن إن شاء الله. يا غير، البلد ممسوس في الصميم به الطعنات اللي جابر اليوم جابرها من الناس اللي يفترض أنهم يعودوا أبناء البلد، وعلى البلد يعود فوق كل اعتبار عندهم، وعلى أنهم مصالحهم الضيقة والشخصية ومآربهم السياسية تختفي عندما يكون البلد يواجه مخاطر. حلو نهارات كانت قضية لك المرحوم، ويا ريتنا نعرفه بعد ما نلقاهم سابق هياسر من الروايات، ما قام عليهم من الحس، لا قام عليهم من العياط، وهذا دليل صارخ أعلن القضية موجة ارتكبت. بيدي نحن اللي 4 أشهر كانت عندنا قضية الصوفي الشم الله يرحمه، والناس كاملة بلوانها كاملة وبأطيافها مشات وتابعت القضية وقامت معاها وقعدت، ما كبت أمها للرقاش، لا قام العياط ولا قدوا المواطنين اللي جانب يركبوا الموجة ويفسدوا في مال العباد. استفهام الكبير لأن القضية اللي يمكنه هنا من استحقاقات ركبوها شي من السياسيين، واحدة منهم أصلا قاع راكبينها وهي يديدنهم، وأنا حذرت منهم اللي لو ركب 5 أشهر ولا 6 باللي وخوا التقرير وافي في منظمات دولية طالب صومالية موريتانيا ومنهم إيران، ويخدموا ديك الأجندة يخدموها بشكل واضح، به اللي رئيسها واحد ارتزاقي رافد على لافته يدور السلاليخ ويدور كذا ويدور كذا، واللي ما يجبرها مستعد لكل شيء عدله، إنسان تافه قاع ولا هو اللي معول عليه، به اللي ما هو إنسان، لا هو في خانته الحقوقية ولا هو في خانته السياسية. قال جي صنعة هاول عبد العزيز اللي خسر بها هيك الساعة ويقوض بها أركان دولة كاملة سياسيينها وعلمائها قدوتها كاملة، سوى سياسية وسوى اجتماعية وسوى عقدية وسوى هي شنهية كانت دور الخرمز بها، ولا قاع هي سياسته يغير الغريب. وجماعة فلام مولي معروف بأجندتها معروفة مع فات تلفزيون كاع السلاح ضد موريتانيا فات ودارك لينا واستدرجت للساحه السياسيه وعرفت عنها، حتى الناس اللي تتكلم باسمهم ما مسامعين لها ولا معاطين بعض صوتهم، عادوا لا بد من يركبوا الاجنده الاخرى اللي هي مصدر رزقهم. حد سمع بلا توري يتكلم في اذاعه سنغاليه يعرف على انه طويته سيئه، يعرف على انه رافد السوء للبلد، هي اللي قال على موريتانيا انها انهارت، ان الوضع تأزم وعلى انه كذا وانه كذا. بدينا نداها عبيد في خلال هذه الاحداث فات كذب 10 كذبات لا لياك يقد يصلح بهم كذبته الاولى. كذبت الاولى لان خاوم عندي دارت لمن وقال ذاك التشدق وقال لي مسقال وقال لي طفيل السماسيد وقال لي كذا، وعقب في النهايه قال انا لا قلت علني
ضامن لا راسي واني ماني ضامن حد اخر، وهذا يحيل على انه كان مشارك في المؤامره اللي دخل. ولين خلقت هاي الروايه مولي بكر مع الصباح وادان الشرطه الوطنيه مباشره ادانه صريحه واضحه، عقب ذا قاع خال مع وسيله دوليه يقول فيها بعلن الشرطه، ونقدر نسمع لكم هون كلامه، يقول ان شرطه البلد وجيشه اعلنهم مستهدفين اثنيات معينه في موريتاني تحديدا الحراطين بولار صنونكي ولوف. هذا يقوله بشكل واضح وراعيه. عندي هون في تصريح دار نواخذ لكم، يقولوا بنا مباشره كانه ما هو ما عاد لي يحرق مثلا جميع اوراقه، عرض عليه انحرقت وعاد الورقه الاخيره اللي يلعب بها يدور كانوا يسترجع شوي من ذاك اللي كان عنده اللي عاطي ولعبد العزيز ساعه اللي مسوي لعبد العزيز ما يقدر تجبره بيك اللي كنت نحبس حبس سجن ذهبي، نعطاه لك تلفوناتك وتمثل من اللي فضله وتشري الوتات لعيالك وتعدل هرباتيك وتمشي تدير قفافير وتقيس اوروبا واذا كامل معدل لك الرئيس بلد ويقول لك ان القاضي هو والشرطه هو والعدل هو لا يقدر حد يحوز على ترابك. ورق تبينك مع موريتاني وانا استغرب تماما على انك تعود مطلوسين لك ليدي واحد قايل انه حقوقي ومشرع وهو متبارك مع بلد يقوض اركانه بالروايات الكذب التلفيقات اللي ما كونها مولانا لها ما كترد دارك الحراطين ولوف وصونونكي وبولا على انهم كانهم مكونه واحده ومواجهين البيضان. هذا هو اللي هذا هو الطرح ذاك اللي طرح في هذا هاي الصوتيه التاليه اللي نتكلم فيها مع جهه دوليه سابق. نرجع لبنان لان جي السياسيين نحن هذو المضبطه اللي كان معول عليهم موريتاني معول عليهم في سكينته ومعول عليهم في جميع الروايات اللي تقد اليوم المعالجات اللي تقد تعدل لاي قضيه انطرحت في البلد. معولين كنا على مسعود بالخير، معولين على ملتاد داه، معولين على محمد المولود. هذا مولي لا لين عند قاليب الحوافر الاولي الى ما اعطاهم الشعب الموريتاني اصواته صبحوا بالنسبه لهم به انباليهم برام في المشاكل ويستقوى بهم الياك يهدد سلميه البلد بيانهم انهارنا. ما يقدر يصدر عن سياسيين واعيين نهائيا قطعا عنهم مخدرين والله معدلهم روايه ما نعرف هي شنو هي. يقول انتم اللي تربطوا بين انتخابات توافقيه وافقتوا عليها من عند الفها الى يائها وخسرتوا فيها، شوفوا قستوا الحوار مع نرجع شوي نذكركم نرد الذاكره شوي لورا. الحوار عدلت حاجه لكم انه فتح حوار وعقب ما نجح ورجعت وعدلت حوار مع وزاره الداخليه وكل نقطه منه حدها تميتوا تبربصوها وتخرمزوها وتيسوا لين يقلبكم في وزير الداخليه ترجعوا للرئيس ويفرضها الرئيس على وزير الداخليه. انتم هم اللي عدلتوا تسجيل عن بعد وافقتوا عليه، انتم هم اللي ابيتوا حجلكم عن البطاقه الموحده وقلتوا انها كارثه وانها كذا، وانتم هم اللي قلتم اللي النسبيه اللي ضيعتكم ومشيتوا شرطه كامله تناديتوا شرطه وتميتوا ماشيين وعدلتوا لجنه مستقله للانتخابات توافقيه فيها حكماء منكم كاملين ما فهم حد ما يمثلوا حد ومتوافقين عليها ومزكينها. وذيك اللجنه هي اللي عدلت رؤساء سين مراكز سين وهي اللي عدلت رؤساء المكاتب، ولا لجنتكم اللي توافقتوا عليها ولا اعترضتم اللي عدلت لكم الرؤساء وعدلت مكاتب الجهويه ما اعترضتوا على سب. تميتوا ماشيين وقبضتوا 40 مليون في الليل وصبحتوا على الزرق، هذا كامل ما فيه روايه ابيتوا عنها. إلي أصبحتوا على الزرق مولي نهار الزرق قبال حاج لكم انكم جيتوا وضحى للجنه المستقله للانتخابات عندكم شي من المطالب فيها تاخير المكاتب وفيها كذا وفيها كذا وانحلت لكم ومشيتوا راضيين
وعدلت الزر وانقلبت وقيمت الحس والعياط دا قد جيت تبكي على اصل عليها وعدت وقلت لهم اللي لكم رافضين نتيجة هذا ومشاو وحدين منكم رافضين معاكم ومشاو عدلوا دزيمتو انا ثم قال مجنون كيف يشولنا شعر لسر واحد يشولنا في اتجاه واحد اقبلونا طريق واحدة ايوا اخلق ذا كان يلحقكم من سوء طوية اللي تعدلوا بيان تربطوه بقضية مواطن شوفوا العيد تصريحه الاول باش تعود المؤامرة واضحة للناس كامل العيد رجل القانون تصريحه الاول خال اتهم الشرطة ما فات حد قانوني كيف هو قاعد يعدلوا عامي يا غير حد قانوني كيف هو مشرع ما فات دخل يقول كاتب الشرطه والسيدي مولود تلفن عليا فلان وقال لي نجي ردت فلان دون على انه يسوي للشرطه اللي يخليك شنو هو كم بالمرد على الشرطه من انتم المختار نعطات لهم رد اخرى فيها قاع على البوليس كانوا يعطوه 25000 وعينه كذا وانه كذا وردت هم اللي كامل عقب عاد ترفيق في ترفيق كذب في كذب الراجل اللي كان بوت الضحيه لين شافكم هاكم تركوا الموجه قعد هو من نفسه صرح ابني قال مات قضاء وقدرا ومرحم عليه وسامح له بيدي شافكم اللي تركوا الموجه جد بلام الداع بيد اللي يجري وجا واقف وقال تصريحه له وقد نقدر نفهموا عليكم ماكم متموكين وعليكم مقلبه في الزرق وعلى يقين الوطن فوق كل اعتبار وطن ما هو كارتات تنزرق لكم التومو وحاق بذاك مودي شوابي قلت لكم التومو ناظروا 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 لين وقارعوا الاحكام الاستبداديه وقارعوا الاحكام الاستثنائيه ولا قطوا باعوا ولا شراوا في السياسه ولا قط انباليهم برام اجنده خايبه يرابد تدرعوا على الخارجيه اللي انقطعت الانترنت قاموا وحدين وقالوا الانترنت قطعوا الانترنت والانترنت هي الحوايط القصيره الانترنت هي هدت الوضع باللي هذا هذا هذه الموجه الكبيره من 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 من, من, من العامه اللي كنتوا انتم تركبوا وتملاوا منها الفضاء وتقيموا العيار انحست لكم ماتت خالقه بقات ابواق خارجيه فيها صفحات انا نعرف مشكريه ونعرف اللي نعطاها شنو نعرف كم الفضاء نعطاه ونعرف الصفقات اللي يعدلوا معاها يرابد ذراعها الخارجي يتحركوا وسمعت تصريح له نسيبي انا ماني قادر نثقل عليه حتى توري الناطق الرسمي باسم فلان توري ذاك نسيبي تعرفوا معاها اروى جينج قال لاختي يا غير بعد قال كامل في التصريح كذب تمالك هون وقاعد شور لكندا باسم الحاله تجزم بعلن البوليس قتلت هذا وهي انترتير وعينها معدلة ضد هذا قاعد إذا قالت لك فلان تقول ما يعطيك تقول تبغى لك أنك مثقف وتبقي بلدك ماشي تتهم جهاز عقب لك الجهاز اللي متهمين فيه الكور وفيه البيضان وفيه الحراقين فيه ولف وفيه السوسراكوليا وفيه فلان واللي نفذوا هذا من الاتنيات كاملين عقب ذاك مات في السنة بين السنة الماضية والسنة ماتوا أربع رجال من البيضان ما قام حس لا قام عياط لا قام سب واحدة وخلى بينهم مع العدالة أنتم ماركم كنتوا تقولون البيضان هم البدويين وأنهم عجالة وأنهم كذا أولادهم ينقتلوا يخلوا بينهم مع القضايا يعرف اللي فاصل لهم الرواية شنو هي أنتم لا لين يموت حد ترصفوا أنتم على الموجود تباركم عاد تثقبوا موريتانيا بعد أنكم عندكم أجندة خارجية تخدموها لابد من تعدلوا الرواية انا ضارك لين تبارك مع هذول اللي كانكر اللي قال لهم العنصريين والناس ركابة الموج مفرقهم هم السياسيين بين السياسيين عادوا اللي يعودوا الخاص قاع من هذول البيتي كانكر اللي متباركين مع اصلا نعطاه لهم شوي يقولوا عليه هذا ومتباركين معاه يقوضوا البلد على سبته البياناتهم يديروا فيهم شيء يقين هل تعدوا السياسيين كيفتهم؟ الزعيم أحمد دادا والزعيم مسعود وزعيم أحمد محمد مولود يا الله يفهموا بعلن بهذا الزمن مات لسياستهم الأمور تغيرت ويغيروا الاستراتيجية ويديروا واجهة جديدة ويضخوا دم جديد في هذا
وخلوا عنهم تباكي على امجاد ما تتحقق، تمكتلكم العبد العزيز واجهز عليكم الغزوان. بيدي مضيت 4 سنوات، 4 سنوات الشعب الموريتاني يكوكر بالاسعار، يكوكر بكورونا، ويكوكر بالمواد الفاسده، ويكوكر بشي ما نعرف حد واش هو، ولا قط وخلطوا بيان واحد انحيازا للمواطن الموريتاني، ولا قط وخلطوا قلتوا ننزلوا للشارع كي قلتوا نهارنا لين وهدت مصالحكم الشخصيه، قلتوا ننزلوا للشارع، ما قط نزلتوا للشارع مره واحده على سبه المواطن، راعي ريستورانات يبيعوا المواد الفاسده، ولوكو مفتوحه في مرصى المواد الفاسده، والليل والنهار الاسعار ينزادوا عليه. الدوله بعد اللي نحن ننتقدوها على الاقل تعدل مره، تزيد بعد راتب العامل وتزيد كذا وتزيد كذا، انتم يقلبكم بعض تقولوا للدوله انها عدلت شي خاسر. كنتوا دائما من صف الدوله ضد المواطن. هامكم على المواطنين حازركم. انا المعارضه حمادي ماني ظالم المعارضه، انا اللي نقول ما هو كلام قاضي، اللي نقول كلام رجاج يتكلم وتوفى عن رايه هو الشخصي، لا شرط على نعود حق، لا نعتبره على انه هو الحقيقه، يا غير اختير الراي العام الموريتاني يسمع رايي. احنا اليوم هذا كاع ما يالط نعود هو اللي شادين اخبار، ما يالطنا اليوم نعود وشادين اخبار ذي المرد، بيننا احنا اليوم تتناهشنا قوى خارجيه وضعيه دوليه متازمه، وتلود البؤره، بؤره تدير فيها تحول شهرها لحربها، وحنا ما لنا قابلين نعودوا ذيك البؤره، ولا لنا قابلين نعودوا هم اللي يحول شهرنا، تحول شهرنا الحرب. نحن يا عباد الله يا اهل موريتانيا عودوا عارفين ولي الغزواني وجماعته اكثر اللي مضوا معاكم 10 سنوات، باقي موريتاني عاقبهم، معناه ما تحاسب موريتاني على سوء تسييرهم هما، والله على سوء تدبيرهم. اليوم اللي يمشون يتخسروا موريتاني على سبه الغزواني، ولا تخسروا على سبه معاويه، ولا تخسروا على سبه حاكم سوى من هو، معناه انكم انتم خسرتوا موريتاني اللي الصبح والغزواني اللي يقعد فيها ما هو خالد، اللي تبقى لاولادكم. الغزواني اكثر شيء قد يفوت معاكم 10 سنوات الى ان اعطات له مأمورية ثانيه، وعندكم الاليات اللي يجعون ماكم ما تبقوه، ما تخلوه ينجح في المره الجايه، مع الان فهم ياسر من الامور قد يحارب بها، ما هو هذا موريتاني ما تحارب من خلال الحكم على تسيير رقاش، ولا الحكم على 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 على, 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 على فساده، ولا الحكم على اصلاحه. الاصلاح والفساد هذا يتعلق بشخص، لين يمشي الصبح نعود وحنا قيمنا شعالنا موريتاني، اللي رقع علينا اللي عدلوا عليه شطرنجنا الصبح السياسي شنو هي؟ موريتاني اللي تجيها فاق نار الصبح، والله تجيها فرنسا من جهه، والله تجيها الروس، والله تخبط بالصواريخ، والله تعد تفد السلاح بعض على بعض، تات صالحه للسياسي، اللي تصلح له شنو؟ معناه اعلن نحن لين بعد هك ولاءاتنا احنا هما اللي الظلم يخسر غزته الظلم يخسر بعد البلدان، يا غير الظلم ما معناها اعلني انا يا ظلم يا رقاش نخسر بلدي. انا ظاهر ذن طرق حديثه وطرق تقليديه لمعالجته، معناها اعلن احنا ظاهرك ما تينا في اخبار الظلم، نحن في اخبار دولة ها ما يقوضوا اركانه على سبت عن واحدين يجبروا اسم الفلة يطوه لهم يشتغلوا اجادات خارجية يجبروا عليها قرين يصبحوا الصبح ماشيين يقبضوهم وتصبح موريتاني للبرمي، ولد داود العبيد هذا المجرم اللي قالوا بيران امال ولين يجبر لقيات اللي جابر من بيت العبيد، وجبر لقيات العاطيه والعبد العزيز وعاطيه والبو عمات، وجبر الطرينيشات شادل بيهم، درا كانوا ابن بيت العبيد، ابن بيت له هو في دكا،
واولاده بارك يقراو في داكار ولا يتلي عطى يقيس يقيس اوروبا هو وتريكتو ايه منين تخلق الدايق امالي ليه يمشي ليه ما هو دايق عن حد خالك سمد مراد ما هي ارتد في ظل الازمات الدوله اللي انت خلقت فيها ازمه ما تاتم سولة عن التسيير ولا تاتم سولة عن شيء سولة اولا عن استقرار البلد لين يستقر الصايك الساعه نرفدوا مظالمنا يا قير يعودوا يفحشوا فينا تريكت جينا وسينيغال وبوركينا فاسو في باتيغنا وفي هذا وازنهم علينا مواطنين موريتانيين يدوروا بها مصالح لا تجي مصالح ضيقة الزرق فيه قالب وفيه مقلوب لا تقبلوا أولا ذي اللعبة اللي عادلت لكم لا تقبلوها من عند الراس يلو كانت قبل المعارضة قالت من عند الراس عنها ما هي داخلة ذي اللعبة والله ليلة الزرق انسحبت وقالت عنها ما هي داخلة العملية وعلنها فيها تزوير وعلنها وضاحة لا بعلنا ما هي صالحة عود واكن صف قولها يا غير تدخلوا العملية وبعد لين تطلع النتيجة حدكم ترفضوا لتي ترافضين شنو معناه انكم يلو نجحتوا قبل ما كنتوا رافضين كنتوا اللي تمسوا على وجودكم وتقولوا هذا زين بعقلك تزوير عقب ذاك واحدين منكم كانوا معاكم في المهرجان يدوروا إعادة الانتخابات وهما يعدلوا الشوط الثاني هذه معارضة على الحالة حد سمع تصريحات برام للداو العبيد متبارك معي ردنا للتأزيم يقول على الشرطة انها ضد إتنية معينة انها ضد سرقة له وانا ما فات طلع لي كلامه هذا كنت هامني نوخوركم كلام قبيح ضد سرق الدول فلان وغرف ويكتلهم في السجون ويسحلوهم عابدين البيضان والكوار والحراطين ما فيهم اللي يتحمل دولة ظلم الدولة في اللي الدولة جهاز فيه البيضان والكوار والحراطين واللي عاد ظالم ظالمين كاملين واللي عاد مولي مسقم مسقمين كاملين الدولة جرائم النظام ما تقدر تحمل بها إثنية معينة ولا معدلة إثنية معينة به اللي الناس اللي تقبض لك ممتلكات الدولة فيها الناس كامل اللي الموريتاني اللي توالى فيها شيو كلوتو يسوى صابيلاني وسوى معلم وسوى حرطاني ويحلموا دابك كدانين يعين يجي استفرق زينوتو احنا معاكم فعلا ان 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 الموريتاني فيها الفساد الكبير وكنا نقولوا هون ما قط سكتنا عنه ما قط اطلاقا سكتنا عن فساد الحكومات ونقولوه بشكل واضح قال ما لنا قابلين بلدنا يوقع وضع عسبت عن حد فاسد المجرم يا عرفتوين قالوا انه مجرم المجرمين قالوا انه مجرم هذا من ادم ابو علاف اللي ثبت بعد انه واحد فيه واحد فيها لا شي يديروا في لبنته احنا ما لنا قابلين يكون انتم نكشف حقائق للناس بيدي خطير على البلد واصحابه اللي اشتغلوا مرقب خطيرين على البلد ويدعو لا لرفع السلاح ضد موريتاني وهو يدعو كان ذاك واخو عن موريتاني يقول شما قط سمعتوه ورعيه هون ذاك خويه وذلجل وانا نعرفه حتى نعرف دناءته نعرف ذله راعي يطيح من وير الكلام معناه اللي يدعو كان خرج عن الحدود شوي دور يقول للناس رفع السلاح بها لا الدناء او ذليل من الحاكم يقول هذا
ولا وقاعد قاعد يضل حد يشد اخباره، انا اللي تكلمت عنه يقول اخرين. Bonjour Rémi Info. En guise de réponse à votre question, je vous dis de prime abord que ma lecture de la situation des événements, d'abord c'est le dressage ethnique et idéologique de la police contre des communautés mauritaniennes bien déterminées, les communautés autochtones d'ascendance africaine, donc les communautés subsahariennes, que ce soit les Haratins, les Soninké, les Wolof, les Bambara, ou les étrangers d'origine subsaharienne, donc des pays de l'Afrique noire vivant. Ce dressage est regrettable, il a continué à travers un matraquage qui a débuté depuis 1978 et qui s'est amplifié pendant les années de presse, depuis les milieu des années 80 jusqu'au milieu des années. هذا لا ولا يسمع لكم منه، ما عندي عنكم دور تعود لكم يسمع شوية فرنسية. قعدت والله تعدى قاع وقتها، تعدى وقت الاصلاحات تعدى، ويا رب لا يعود ميال وعدى يا غير بعد ضرك احنا ضرك اصلاحات اولها تامين البلد من مخاطر هذا النوع من الرواديش، من مخاطر الغير ومن مخاطر الاستهداف الخارجي. شو هذا بلاد مثل وجهه، لا شك انه الموريتاني ما يعرفه، حد يعرف تاريخ بلام هذا؟ اللي يقول مدافع عن الكبودية، واللي يقول ذاك نهار صالح والحنن وقوموا ورفضوا السلاح والابطال وكذا، هو كان يقول لعبد العزيز يقول انهم لبسوا رمبايات انهم الليليين رفعوا هم للسلاح انقلاب 2003 و2004 منين كان برام؟ منين كان برام؟ درا كانوا كان يقول مؤمن بالعبوديه، كان يقول بعلى ان العبوديه ما هي خالقه، وكان رئيس ما كان رئيس فرع بي ار دي اس حزب الجمهوري فروسو. إيه؟ عقب ذاك قبل ود عبد العزيز مشاه شر زين الزيدان، ومشاه شر ا بي بي خسرها، ومشاه شر عقب ذاك عدل له ايراء، عيط له عدل له ايراء ما هي مرخصه، لا عنده سبه غير تبط البوليس وتبط القرض، وعندها واحدين مقرضين وعنده واحدين وقال له عيب العلماء وحرق الكتب وحرق وراين تم لا نعله برام ما يقدرش حد برام قال له لعبد العزيز احرق الكتب وقال لنا احنا نوصفه ما يقدرش حد خوف يقول شكرا انه ما وصلني لعبد العزيز احنا ذيك الساعه شهود على القضيه وانا فد قلت له مازال لعبد العزيز قاعد قلت له عند مقر الصواب اللي قال لنا الصحفي انهم جواسيس قلت له جواسيس انت وقال لك عبد العزيز تحرق له الكتب وقال لنا احنا نوصفه قلت له قدام عبد السلام والحرمه وقلت له قدام وليالي ويك الفرتونه باطل اللي هربوا عني فيها اصحابي وكل ماني ذاكر ورك خايفهم لا يفقعوا يهربوا بقيت انا ثم معايا نزيه مثل الخرشي ومعايا سيدي محمد الجيون ولبقينا وقوف خلطه الاخرين هربوا عني قال بعد واجهتهم وعاد عبد السلام هو اللي هدأني والكلام ما قلت له من ورك بيدي انا لعبت وفاطر لها شيء بيدي انا واحد من السيستم انا انا صحفي رسمي ما حد يشتغل رسميا كنت نجبر ياسر من الامور اللي ما هي متاحه لياسر من الناس وهو نعرف روايته لا هو انسان ما هو انسان يبيع ضمير ويبيع اخلاق ويبيع كل شيء لا هو قاعد يظل حد يشد اخباره للاسف الشديد ويقول اخرين فاتوا رفدوا السلاح ضد موريتاني وفاتوا عدل الكامل والناس اللي ماتت شغله فيهم ماتت زرقاء يموتوا عرفت على المكان يبيعوهم ويشتروا فيهم وراجعين هامهم يردوا للفون دو كوميرس اللي كانوا يجبروا عليه الشيء ما تلاو يجبروا عليه هامهم يردوه توف انا اللي متاسف عليك قلت لكم قبيل اللي السياسيين هذو اللي فان دو كاريا لحقوا المرحلة من الوضاعة
ومن السيرة الزينة ومن المعارضة الواضحة ومن مقارعة الأنظمة ومن مقارعة الفساد ومن الانحياز للمواطنين ومن الوقوف معاهم يتموا لين يقبال يأنباليهم بران في رواية فات قبال سوقها به اللي هم مفقع على سبت رواية معدلها بيديهم هذا ما خارق حد مولية تألملو لا خارق حد له يقبلو ودو عارفين ولين اختم بهذا بعلن موريتانيا تواجه مؤامرة خطيرة جدا وعدوا عارفين الوضع الدولي يتطلب من الشعوب شمال إفريقيا كاملة المغرب العربي بعلنها تتضامن تضافر شهودها وتتبادل المعلومات لياك ما تستهدف استهداف خطير يقدر يؤدي لأن تحول الحرب من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا وإلى المغرب العربي. وهذه نظرية كانت عندهم كانوا هامهم ذيك الساعة يحولوا الحرب عبر ليبيا وذي الأجندة كانت تركيا اللي طبقها لهم. الأتراك كانوا مستعدين دخلوا جيشهم في ليبيا مستعدين يحولوا شمال إفريقيا للبؤرة الجديدة حولوها من الشرق الأوسط صار هذا. وذي اللي تخرصوا كاملين كتابات جماعة الإخوان المسلمين كانت تمهد لذلك. هؤلاء الناس أصحاب أجندات خطيرة ويستعملوا من طرف الغرب ومن طرف جهات ومتحكم فيهم. ودوا عارفين إن نوبة نحاولوا تعدل فينا بؤرة. أعطانا مولانا مازلنا ساركين ما يالتنا نعود إحنا هم وقود ذيك الرواية ولا يالتنا نعود هم الطريق اللي يقد ويتخلم خلاله شعور أمن بلدنا واستقرار بلدنا. يا غير مبلي الدولة ما يالتها تستحى من حد عدل شي من النوع تحكم برقيبته وتديره في السجن وتملقوا أو مام سياسيين ولا يدوروا السياسة لو كانوا يدوروا السياسة اللعبة السياسية ذكية خذوه نعت الدور ده الفوضى قيموا قايسين الدولة يالتها تقبل حق المواطنين منكم خلوا الشعب الموريتاني يتعايش فيما بينه ما لنا شعب عنصري مدارسنا واحدة وأسواقنا واحدة وديننا واحد وعقيدتنا واحدة لا يقدر يفرق بين مصالح ضيقة الوحدين منا استهداف شريحة عن شريحة ما يتواس هذا منادم اللي توفى نهرات ينقال عنه كان عنده المخدرات ينقال عنه كان عنده كذا هذه رد الشرطة التقرير مش شعر جهة محايدة حنو هنا نيجي حنو الرواية توقف على حجرة صحيحة تعود حد يتكلم يا غير الله لين يعود الله كلها لين يموت حد من أهلو في بلده يرفد السلاح ضد البلد معنى هالدولة ما تتخالق لن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.